في تقرير أعده خبراء من وزارة الدفاع النمساوية ذكر فيه أهم الأخطار السياسية والأمنية التي تهدد النمسا. التقرير يتوقع المخاطر حتى عام 2030، حيث أن الوضع الأمني في النمسا من المحتمل أن يتدهور في السنوات العشر المقبلة. ونلخص لكم التهديدات في 8 نقاط: الهجرة، الصين، غرب البلقان، الصراع الروسي الأوكراني، انقطاع التيار الكهربائي، الاحتباس الحراري، استغلال وباء كورونا من الجماعات المتطرفة، وأخيراً الإسلام السياسي. أولاً، الهجرة تستخدم كأداة للسياسة الخارجية أو الضغط أو لزعزعة الاستقرار، وترى النمسا هذا نتيجة للوجود العسكري التركي في ليبيا، حيث تستخدم تركيا الهجرة من هناك لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي عبر الدول المجاورة مثل إيطاليا ومالطا، وكذلك بيلاروسيا لسماحها بمرور آلاف المهاجرين إلى الحدود البولندية. ثانياً، الصين يظهر التنافس بين الصين والاتحاد الأوروبي في مجالات مثل التكنولوجيا والموارد وطرق النقل، ومن خلال شرائها أهم المنشآت أو من خلال الإقراض والاستثمارات، وفي الصراع على السيادة بين أمريكا والصين، وبذلك يوجد خطر سحق الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل استراتيجية أمريكا أولاً. ثالثاً، غرب البلقان ينظر إلى البلقان كبرميل بارود، حيث من المحتمل أن تصبح النمسا ملجأ للاجئين، وذلك بسبب الاستقطاب السياسي الداخلي والتوترات بين الجماعات العرقية وغيرها من مشاكل تعانيها المنطقة، والتي يمكن أن تستغلها روسيا، بالإضافة إلى وجود التيارات الإسلاموية المتشددة والاتصال المكثف بين مسلمي النمسا ببلدانهم الأصلية. رابعاً، الصراع الروسي الأوكراني تستمر روسيا في تقديم نفسها بصفتها مشروعاً قيماً محافظاً مضاداً للغرب الليبرالي المنحل، ومن المتوقع زيادة الضغط من روسيا داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتأثير في عمليات صنع القرار في الغرب. خامساً، انقطاع التيار الكهربائي. احتمالية عالية جداً لانقطاع التيار الكهربائي في غضون 5 سنوات بسبب امدادات الطاقة، حتى مع وجود سيناريو محدود في النمسا مع 24 ساعة على الأقل وعلى المستوى الأوروبي لمدة أسبوع تقريبا حتى يستقر الوضع مرة أخرى. وفي أسوأ الحالات لا يمكن استبعاد انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 2 أسبوع. سادساً، الاحتباس الحراري سيصبح ظاهرة عالمية وسيؤدي إلى زيادة الهجرة، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك ما بين 150 و200 مليون لاجئ بسبب تغير المناخ في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050. سابعاً، استغلال وباء كورونا من الجماعات المتطرفة. تقوم الجماعات المتطرفة اليمينية باستغلال وباء كورونا، وحسب الشرطة يوجد تهديدات بالقتل ضد السياسيين بسبب قراراتهم، كما أن المظاهرات المناهضة لتدابير كورونا والتي تستغلها الجماعات المتطرفة لنشر أيديولوجيات تعتبر ظاهرة جديدة لنزع شرعية الدولة. وتركز الجماعات هنا على إثقال كاهل النظم الحالية مثل الصحة والاقتصاد والعمل على زيادة محركات الهجرة الغير مشروعة. ثامناً وأخيراً، الإسلام السياسي. يرى التقرير أن تخريب النظام السياسي والاجتماعي يمثل مخاطرة خاصة في حالة فشل الاندماج، ويروج له من تركيا وتنظيم الإخوان الإسلامويين اللذين يهدفان إلى تقويض المجتمع النمساوي وتعريض سيادة الدولة للخطر. وهنا يتوقع التقرير نفوذاً قوياً للإخوان بحلول عام 2030. وبحسب التقرير فإن استخدام القوات المسلحة محلياً للدفاع العسكري الوطني أصبح محتملاً أكثر مما كان عليه في العقدين الماضيين. ويرى التقرير أيضاً أن النمسا ليست مستعدة بكفاية لجميع هذه الأزمات المحتملة، وليست لديها حالياً أدوات كافية تحت تصرفها، والنتائج طويلة الأمد المحتملة لوباء كورونا ستضعف أيضاً القدرة الاستراتيجية على العمل. وعليه فإن النمسا يجب أن تستعد للعديد من الأزمات التي تظهر في الوقت نفسه. والسؤال هنا، كيف سيكون الوضع في حال تعرضت النمسا لأكثر من تحد في وقت واحد؟ هذا ما ستجيبون الأيام عليه. كنت معكم أنا ريم أحمد، إلى اللقاء.